السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا والدي أنا كنت بحاول أربي له حجة سنة ولأنه فقاه حرام. نعم. أنا كنت بحاول أربي لحيتي أيوة سنة لأن حلقها حرام. نعم. ووالدي بيعتبر على مذهب الشافعية أن حلقها مكروه. وبعدين؟ يأمرني بحلقها. نعم. يأمرني بحلقها. لا تطيعهم، إنما الطاعة في المعروف. تمام. السلام عليكم.